نعمل كشك، ايه رايكم؟ عندي شوربه مثلا كوبايتين من الشوربه، كوبايه لبن، كوبايه زبادي، معلقتين مش كوبايه يعني علبه زبادي، معلقتين من الدقيق، بصل وتوم وزيت وسمنه. ماشي، هناخد كده معلقتين زيت ومعلقه سمنه صغيره مش كبيره، وهنحمر فيهم البصله، نحمر فيهم الايه البصله، نحط لها شويه ملح، كل شويه اقلبها. طبعا اجي هنا اعمل الخميره بتاعه الكشك. بسم الله الرحمن الرحيم. خميره الكشك اللي هي عباره عن ايه؟ كوبايه اللبن، علبه الزبادي، معلقتين الدقيق، واقلب ده كله مع بعض. يبقى كوبايه اللبن، علبه الزبادي، ومعلقتين كبار دقيق، دول بخمرهم واسيبهم يعني ايه مش يعني بقلبهم كده مع بعض واسيبهم على جنب شويه. ونحمر هنا في البصله. طيب واحنا بنحمر في البصله نحكي مع بعض حكايه الايه، علبه زبادي بس، فالعلبه دي نص كوبايه. بص كده حطيت البصل، احط عليه التوم، بسم الله، واقلب واخليه كله يحمر مع بعضه. معانا ولاء، اهلا وسهلا. اهلا بك يا شفنك. لا الحمد لله، ازيك يا ولاء؟ عامله ايه؟ الحمد لله كويسه. الحمد لله، ايه اخبارك؟ كويسه الحمد لله. الحمد لله. قولي لك اي سؤال. بص حطيت الشوربه هنا كده على ايه مكان البصل والزيت، تمام، اسيبه بقى ايه يغلي. انا كده شلت البصل والثوم خلاص المتحمر، بس هنا في مكانه السمنه والايه والزيت، نزلت عليها الشوربه اللي انا ايه عايزه اعملها، مثلا كوبايتين من الشوربه عشان اعمل طبقين. وعندي هنا كوبايه اللبن اهي اللي انا حاطه عليها نصها زبادي ونص الزبادي دقيق، يعني كوبايه لبن نص كوبايه زبادي ربع كوبايه دقيق. دي اسهل طريقه، بدل ما اقول لك علبه ومعلقه والكلام ده، لا كده اسهل حاجه. ابدا هنا انزل على الشوربه وانا بقلب كده، انزل اللي انا عملته دوت، الخميره اللي انا عاملاها دي ما فيهاش خميره ولا حاجه، ده هي بس كده زبادي ولبن ودقيق على الشوربه والبصل بس، هو كده الكشك خلص. لو انت عايزاها بيضه قوي يعني دي كده ايه السمنه هنا او الزيت بيدي لون غامق سنه للكشك، في ناس بتحبه كده حلوه حلو كده قوي، وفي ناس تقول لك لا انا عايزاه ابيض زي مثلا بشوفه في الافلام، طبق ابيض كده زي ما هو. خلاص بتعملي الشوربه وكل ده لوحده من غير اي زيوت خالص، وفي الاخر خالص بنحط على الوش بقى حبه الزيت مع حبه او حبه السمنه مع الزيت مع حبه البصل بس. ده لو انت عايزاها ايه ما تغمقش معاكي، ما يبقاش لونها بيج كده شويه. اخليها تغلي واقدمها كده. خلص الكشك بتاعنا في منتهى السهوله، واحط على وشه الايه البصل. ده اطباق الكشك. ممكن دول نعمل طبقين من دول كده حلوين. هي كده الوصفه خلصت، اغرفها واحط على وشها بس الايه هتغلي بس غلوه، ولازم اخليها تغلي عشان دي يستوي واصبها. خلاص